السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم ادمن جيم ايجيبت كابتن هاني. النهارده انا جاي اتكلم معاكم في نقطه، لان انتوا عارفين ان يهمني دايما دي النقطه اللي انا بسعى فيها، ثقافه الناس انها تبقى مثقفه عن اللعبه، مش مجرد ان انا اكل ايه واشرب ايه عشان ابقى بطل في يوم من الايام. لا، انت لازم تعرف السيستم ماشي ازاي، الاداره ماشيه خلف الكواليس ازاي. دلوقتي العملية ما بقتش ان انت عندك جسم متناسق فتقدر تخش بطولة، او انت جسمك ناشف، او بتستخدم المكملات الغذائية الفلانية، او بتستخدم المنشطات الفلانية، او ايا كان اللي بتعمله. الموضوع ما بقاش ده المعدل بس، ما بقاش الحكم اللي قاعد قدامك هو اللي هيحكم بجد. الموضوع كبر قوي، لان احنا عندنا النهاردة مشكلة حية، مشكلة قائمة، نزاع ما بين طرفين. احنا معانا طرف منهم النهارده بيصور معانا على الهواء مباشره، كابتن محمود النجار من الكويت بيغطي الحدث. احنا عاملين لقاء رسمي مع شركه واوان، عندهم مشكله وعايزين يتكلموا عنها وعايزين يعرضوها. فانا حابب ان متابعي جيم مصر عارفين ان احنا الاعلام البديل، وعارفين ان احنا دايما بنغطي جميع الاحداث. فانا عايزك تبتدي تتعلم ايه اللي بيدور خلف الكواليس، لان في ناس دلوقتي ابتدت تجهز لبطولات، وناس ابتدت تصرف فلوسها، وبعدين في الاخر بيحصل مفاجاه جامده جدا هتعرفوها لما نروح لكابتن محمود النجار. المفاجاه فعلا يعني صدمتني انا شخصيا. فخلينا نشوف مع محمود النجار، ويا رب الموضوع يعجبكم. كابتن محمود، الكاميرا معاك. معاكم محمود النجار، ادمن جيم مصر في دوله الكويت. النهارده ضيف حلقتنا هيكون الأستاذ سعود الكندري، نائب مدير شركة وان بروتين، والأستاذ جراح الفضلي، مدير العلاقات العامة للشركة. مساء الخير. مساء النور، وأول شيء يعطيكم ألف ألف عافية على استضافتنا وإتاحة لنا الفرصة أن نقول حق الجمهور والمتابعين إيش قاعد يصير. موضوع أول مرة يصير بكل أمانة، أن كتاب يصدر من اتحاد اي لاعب يشارك بطوله معينه يتم ايقافه. انا اعتقد هذا اول مره تصير، فمعناته ان وراء هالموضوع علامه استفهام ومتاكد. طب سعود، انا عايزك بس ايه يعني تشرح لي واحده واحده ايه المشكله اللي حاصله هنا بالظبط. حلو. اول شيء المشكله اللي صايره، طبعا راح اقولها وشيء رؤوس اقلام بعدين ادش التفاصيل، انه قبل 6 شهور طبعا رئيس الشركه السيد عادل واوان كان مع اجتماع مع شخصين مسؤولين في الاتحاد بدون ذكر اسامي، هما اكبر 2 خلينا نقول بمناصب. قال لهم ان انا بسوي بطوله كيت، بلغونا عندنا بطوله احنا شهر 4، فقال لهم خلاص انا راح اسوي بطوله شهر 3 فيزيك، و5 راح تكون معرض فيها بطولات وايد. وقالوا له اوكي. اكتشفنا بعد قبل البطوله باسبوع يطلع متحدث القائم باللجنه او نسيت شنو مسماه، طلع كان يقول اي لاعب يشارك في البطولة راح يتم شطبة، مع العلم انه هو عنده خبر انه مسوي البطولة هذه قبلها ب6 شهور. شنو السبب اللي خلاه يقول هالشيء؟ يعني قصدك اعلان البطولة بتاعتكم اتفاق بينك وبينهم؟ بينهم قبل 6 شهور، واحتمال اذا ماني غلطان اكثر. ففي سبب، لو انت سالتني زين شنو الشيء اللي وقفهم؟ لما طلع وتكلم باحد مواقع التواصل الاجتماعي شنو ذكر؟ كان يقول البطولة، اي بطوله تصير لازم تمر عين ووافق عليها. انزين يا سيد القائم بالاعمال او ما ادري شو مسماه، والله نسيت، انت قلت شنو الشروط اللي انت تبيها؟ كلنا ندري بطوله بودي بيلدينج شنو تحتاج؟ تحتاج ستيج وتحتاج حكام رسميين. مع احترامي لهم ما يقدرون يسوون نفس ستيج اللي نسويه احنا. احنا ولا شركه جرأت بالخليج ان تسوي بطوله في فندق. احنا شركه وان بروتين الناس كلها تدري لما نسوي بطوله نعطي اللاعب حقه من ناحيه تجهيز البطوله، من ناحيه ستيج، وحتى من ناحيه الجوائز. سوينا لك ستيج وقلت لك يب حكام وحطهم. زين ليش رفضت؟ هل انت طلعت وقلت الشروط؟ لا، ما قال الشروط. ما سالت نفسك ليش ما قال الشروط؟ لان ما في شروط. البطوله تحتاج ستيج وحكام منهم. شنو الشيء اللي يحبونه؟ وعلى اي اساس هو وافق تعمل البطوله من الاول؟ حلو، انا اقول لك وافق على البطوله لما شاف الجوائز سبب لهم احراج، لان هم لما يسوون بطوله بالكويت شنو الجائزه؟ 2000 دولار. اللاعب تجهيزه بالنازل 15000 دولار. شلون اعطيه جائزه 2000 دولار؟ انت قاعد تعامل شنو؟ لاعب كرة القدم يعطونه جائزة أكثر. لاعب كرة القدم ترى ما عنده فلوس يصرف على نفسه. لاعب البديلينج يحتاج أكل، يحتاج سبلمنت، يحتاج نادي، يحتاج بيرسونال ترينر. غير طبعا خلينا نتكلم بكل صراحة الهرمونات، لو ما ننقص على بعض يحتاج هرمونات.
اللاعب لما يصرف على نفسه كل هالشغلات بالاخير ايه قدم له جائزه 2000 دولار انا مع احترامي هذا اعتبره اهانه فلما انا قدمت شنو على جائزه موجوده في العالم البطولات فيزيك كم قيمتها؟ 30,000 دولار. شركه وان بروتين بطوله ذا موديل مقدمه حق الفايز 50,000 دولار، اعلى من اعلى جائزه موجوده. هالشيء سبب المحرج، دام انا قدمت هالرقم شيء طبيعي ما راح يقولون اوكي سوي البطوله. ليش؟ لان سبب المحرج. لو انا اقدر اقول لك شيء واحد وانا اجزم لك، لو نزلت جوائز الماديه راح يوافقون على البطوله. انت دام انك تدعي انك تدعم اللاعب والرياضه هذه، شنو القلق او شنو السبب انك توقف بطوله تقدم هالدعم المادي؟ اذكر لي شركه او اي كانت او اتحاد حتى يقدم هالجوائز الماديه. يعني انت قصدك ان السبب في المشكله دي انك حاطط جائزه اعلى؟ اي بالفعل هالشيء سبب لهم احراج، سبب لهم احراج ان احنا نقدم هالجائزه. وانا اقول لك بكل صراحه احنا الجائزه ما حطيناها قعدنا اجتماع ويلا ها كم نحط جائزه، لا لا، الموضوع صار في دراسه. استاذ جراح الفضلي هو مسؤول عن اقامه البطولات، فجراح يعني قبل ما يحط الارقام هذه راح شاف سال كم سؤال وسوى دراسه بسيطه، شاف الرقم اللي صدق يستحق اللاعب. احنا كنا بنقدم حق اللاعب شيء مميز، واعطى الفرصه حق جراح انه يقول على اساس هو حط المبالغ هذه وشلون اقامه البطولات. إيه على اي اساس يا جراح حطيت المبالغ دي الكبيره دي؟ اول شيء يعطيكم العافيه على الاستضافه. انا حطيت المبالغ اول شيء سويت دراسه، ثاني شيء شفت اللاعب كم قاعد يصرف على نفسه من سابلمنت من اكل من هرمونات من كل شيء. فانا لما اقدم له يكون هو مثلا قاط مبلغ تقريبا 15,000 دولار او 20,000 دولار وانا اعطيه 3,000 دولار، ليش؟ شيء ظلمت اللاعب، مستحيل راح يوصل حق شيء هذا اذا اعطيته هالمبالغ هذه، كسرته انت. اللاعب لازم تغوي. سويت دراسه على البطولات وعلى الجوائز، لقيت بطوله اولمبيا فيزيك 30,000 دولار. قلت لهم لازم ندعم احنا 50,000 دولار على الاقل اللاعب يتشجع حق بطولات خارج الكويت يمثل دوله الكويت خارجها. اما لما تعطيه مبلغ مادي يعني مو بحقه، يعني ما وفى ولا شيء، حتى الاكل شهريا اكثر من المبلغ هذا. فسويت الدراسه هذه وان شاء الله تكون اكثر بعد، احنا مسوين فيه بعد دراسات حق البطولات اللي جايه ان شاء الله اكثر من هالجواز، وراح تزيد الجواز ما راح تنقص ان شاء الله. طيب خلينا نروح لفنلندا مع كابتن هاني ادمن جيم مصر عشان نشوف الرأي هناك في فنلندا هيكون ايه. اتفضل كابتن هاني. شكرا يا محمود ان انت وجهت لي الكلام تاني. ايه نقول ايه؟ طيب هي العملية بقت كل واحد معاه فلوس دلوقتي يقدر يتحكم في كل حاجة. هو انا ما بهاجمش حد ومليش السلطان ان انا هاجم اي حد، احنا مجرد ان احنا بنعرض رأي. بس لو الموضوع ماشي بالاسلوب ده، طب ايه بقى؟ راجل عايز يعمل بطولة ويقدم فيها 50,000 دولار للجائزة الاولى، هو شايف ان ده تقدير اللاعب، انت بتحاربه ليه؟ يعني نوع المحاربة او نوع الاستفزاز بمعنى اصح، ايه سببه؟ ما تسيب الناس اللي هو راجل معاه فلوس، ما تسيبه يدي الابطال، ايه المشكلة؟ ليه تقول ان هم مش من حقهم ان هم يشاركوا في البطوله وتطلع لهم قرارات رسميه معتمده من الاتحادات ياخدوا ايقاف وبعد كده يتعمل لهم تحليل منشطات ليه؟ انا عايز افهم يعني التعارض ده ليه؟ طب ما انت مستفاد. على فكره انت ليك حق الرد مكفول تماما، جيم مصر ليك حق الرد، تقول كل اللي نفسك فيه لو حابب ترد او توضح وجهه نظرك. بس انا شايف ان الناس مش مقصرة، الناس عاملة بطولة وقالت ستيج وعرضت ان انت تجيب الحكام بتوعك الشخصيين وتحطهم عشان الموضوع ما يبقاش فيه بيزنس. انا مش شايف بصراحة وجهة النظر يعني ما وضحت ليش بالامانة ان انت تمنع لعيبة والناس كانت محضرة وجاهزين للبطولة وفجأة يجي لهم جوابات ان هم هياخدوا ايقاف لو دخلوا وشاركوا في البطولة. جديدة دي ان حد يشارك في بطولة وياخد ايقاف. انا بقى امال انا بقى اللعبة فايدتها ايه؟ اللعبة يعني ايه اللازمة؟ ايه وجهة النظر؟ مش فاهم انا بجد مش فاهم. حتى لو البطولة دي خارج الاتحاد او الاتحاد مش مغطيها، انا مش فاهم ايه المشكلة فيها. يعني انا دلوقتي راجل تعبت وجسمي بقى كويس وصرفت فلوس
عايز اطلع تنافس مع حد. نفترض ان في الوقت اللي انا منشف فيه مفيش بطوله حاليا والبطوله دي موجوده، ما اروحش البطوله دي عشان خلاص انت قلت لي لا، ما صحش. ف يا ريت نسمع توضيح من الجانب الاخر، لان الموضوع كبير، الموضوع مش حاجه صغيره، احنا بنفهم الناس. محمود هرجع لك تاني محمود، ونكمل الحوار ونشوف هنسمع منهم ايه تاني عشان في مفاجآت النهارده. اتفضل محمود. شكرا كابتن هاني، وهنرجع تاني للكابتن سعود والكابتن جراح. كابتن سعود هسألك سؤال، هل انت شايف ان في احتكار من جهة معينة هنا في دولة الكويت للعيبة وللسابلمنت والبطولات داخل البطولة كمال الأجسام؟ حلو. في البداية قبل ما اجاوب لازم نوضح حق الجمهور شيء، لازم نفصل بين اتحاد وشركة. ما يصير اللي يدير اتحاد يكون عنده شركة ينتفع فيها من خلال اللعبة. اللي أقصده شنو؟ نفس الحين اللي ماسكين الاتحاد هم كلهم يتبعون شركة معينة وكلنا عارفينها، النائب واللي تحته واللي تحته، يعني هذا مسرحية بالأمانة. سبيل المثال على اختيار الحكام، أنا أعرف شخصيا واثنين راح أذكر أسامي، محمد الخلف وعمر الملة، سافروا برا وعدوا امتحان اختيار الحكم الدولي، ويوم رجعوا عشان يستلمون شهادتهم اللي مني راسلوا الاتحاد انه ما ترسلون شهادات لهم لان ما نبيهم، وتم رفضهم بالفعل. يبي شنو؟ يبي يحط طبعا هو ايش قصدك احتكار للحكام؟ شوف، احتكار للحكام، اختيار احتكار للجنه، احتكار حتى للاعبين. انت اليوم قاعد تتكلم عن الشركه قاعد تستفيد وتغذي نفسها عن طريق اداره الاتحاد، واكبر دليل شوف طاقم المنتخب كله. هل معقوله منتخب كامل كله من نادي واحد؟ او يلا بدون بالغ يمكن لاعب او لاعبين مو بالنادي هذا، يعني انت قاعد تتكلم شيء خيالي. انت بما انك مصري متاكد انت عارف لاعبي المصري، هل كلهم يلعبون بنادي واحد؟ كل واحد نادي. بالكويت شنو عندنا؟ ترى كلهم بنادي واحد، كل لاعبين نادي واحد، يمكن لاعب او لاعبين فالتين من الموضوع. انزين، هذا من ناحيه اللاعبين. انزين الحكام، ليش تمنع الناس اللي من نوادي ثانيه يشترون حكام؟ شو انت بي؟ لأن يبي الكل تحت مظلته يدير الشيء مثل ما يبي. ففي احتكار، في احتكار واضح وبطريقه غريبه. يعني انت ماسك اتحاد وقاعد تغذي بزنسك عن طريق اتحاد. هنرجع لهاني تاني ونشوف رايه في الموضوع ده والراي الاوروبي. شكرا كابتن محمود. وبالنسبه للراي الاوروبي، طبعا الراي الاوروبي الموضوع هنا بيختلف يا جماعه خالص. ما فيش حاجه اسمها قرصنه، ما فيش حاجه اسمها ان انت تبقى عندك شركات تحت، يعني اللي بيدير كل الشركات دي هو رئيس الاتحاد. ما فيش حاجه اسمها كده يا جماعه، ما شفتهاش بصراحه. وفي جميع الدول اللي انا سافرتها غطيت فيها بطولات عمري ما شفت حاجه زي كده. ازاي تقدر تتحكم في حكام؟ ازاي؟ طب هي المسابقه يبقى فايدتها ايه لما انت اصلا خلاص حاطط عينك على واحد هتدي له كارت الاحتراف او هتدي له الجائزه بتاعتك؟ طب انت بتعمل المسابقه ليه؟ ما تدي له الفلوس اللي انت عايز تديها له خلاص. ليه لازم تلم الناس وتلم تذاكر وتلم فلوس من الناس في حاجه مضروبه في الاخر؟ يعني يا جماعه ما ينفعش. يعني انا بصراحه بالامانه عالميا انا عمري في حياتي ما شفت حاجه زي كده. الناس بتقول ان يعني شركه واوان والمسؤولين عنها بيقولوا ان الحكام تحت السيطره. فين المسابقه بقى في كده؟ فين المسابقه؟ انا عمري ما شفت كده بصراحه يا جماعه، عمري ما شفت كده. هنرجع لك يا محمود ويا ريت نكمل الحوار الشيق ده. وعلى فكره قبل ما نرجع لمحمود، حق الرد مكفول. انتوا عارفين انا باكد للمره الثانيه ان حق الرد مكفول. اي حد حابب يوضح في وجهه نظره او يوضح الفكره هتبقى ماشيه ازاي بالنسبه له، او هو شايف الاوضاع بطريقه ثانيه، ممكن يكلمني انا شخصيا وكل الناس تعرف تتواصل معايا وعارفين يتواصلوا معايا ازاي. انا تحت امركم، ونصور ونعرض الفكره ونحاول نقرب الافكار. جيم مصر دلوقتي يا جماعه هي الاعلام البديل لجميع الناس، مش لشخص معين، مش لفئه معينه، مش لحد بيدفع لنا، محدش بيدينا، محدش بيعمل لنا اي حاجه. احنا ناس متحررين. وعلى فكره مش انا مثلا عايش في دوله معينه، لا، ده جيم مصر فيها اكتر من 32 بني ادم. ال 32 بني ادم دول على مستوى العالم، مش في مصر بس، يعني احنا مغطيين العالم كله. ده احنا بنقوله عشان تبقوا عارفين ان صفحه جيم مصر عالميا، وخلاص احنا على قرابه ال 4 مليون متابع للصفحه. فطبعا يهمني ان كل ال 4 مليون دول يبقوا عندهم فكره ان الموضوع مش ان انت تعمل جسم بس، ده الموضوع ان انت لازم تبقى عارف انت بتتعامل مع مين، والفكره ان انت لازم تبقى عارف انت ليك ظهر هيسندك، او هيجي لك مثلا واحد تاني يقول لك انت ممنوع من البطولة دي عشان خاطر البطولة دي مش بتاعتي، او البطولة دي انا مش مشرع بيها، او حرام يا جماعة في ناس تصرف فلوس، حرام. في ايه اللي بيحصل ده؟
حتى القرصنه فصلت في كده. يعني انا كنت اعرف القرصنه ايام زمان عندنا في مصر في الحديد وسعر الدولار والحاجه، حتى وصلت في الرياضه القرصنه. لا اله الا انت سبحانك. نرجع لكابتن محمود، انا اسف للاطاله، اتفضل يا محمود. شكرا كابتن هاني، ونرجع تاني لكابتن سعود والكابتن جراح. كابتن سعود، من وجهه نظرك هل البطولات داخل دوله الكويت بتخضع لقواعد خاصه للبطوله زي تحليل المنشطات؟ طبعا سؤال جدا قوي. ليش قوي؟ انا اقول لك، لان طلع واحد ممثل اتحاد وتكلم احد برامج التواصل الاجتماعي، قال ان لاعب اللي شارك ببطوله واوان راح يتم ايقافه سنتين، وبعد سنتين راح يتم فحصه منشطات. حسب كلامه ان اتحاد اللي قاعد يمثله ضد المنشطات، عدل؟ انزين، هل هو فحص لاعب واحد ببطولاته؟ لا، هو عنده بطوله شهر 4. وانا اقول حق المشاهدين، والله والله لو فحصوا اللاعبين الفائزين بالمراكز الثلاثه الاولى ما نشاطات، انا راح اعتزل هالمجال وراح اقدم لهم دعم مادي غير محدود، وانا قد كل حرف قلته. اذا مثل ما يدعي هو انه يحارب نفس ما ذكر فحص منشطات، معناته يحارب منشطات. انا اقول لك اياها، راح اقدم حقهم دعم مادي غير محدود، وانا راح اعتزل هالمجال بالمره، واترك لهم الساحه فاضيه، لان مبين هم عارفين يدورونه، بس هالشيء ما راح يصير. وانا اتحدى اقول كامل الحين ما راح اقدر اسويها، لان اتحادهم اساس اللعبه هذه قائمه على المشتات والهرمونات. ما نبي نقص على نفسنا ونمثل مسرحيه، نحط شعار عدم يسمونه نحارب مشتات، بالاخير انا ورا الستيج قاعد اغز لاعبيني. فالموضوع واساسا الشخص اللي طلع، يعني اللي قال، انت قبل ما قلت الكلمه انت مبين انك انت يعني شلون تطلع تقول هالكلمه وانت اتحادك قائم على المنشطات، صح ولا لا؟ وانا قاعد اقول لك اياها ورد اوجهها من المره الثالثه، اتحداهم يفحصون اللاعبين الفايزين بالثلاث مراكز الاولى ببطولتهم شهر 4. اذا فحصوهم منشطات لهم مني دعم مادي غير محدود، واعتزل هالمجال. كابتن جراح، ايه رايك في الموضوع ده؟ رايي اول شيء لعبه كمال الاجسام عامه ماشيه على المنشطات، بس انت الشخص اللي طلعت وقلت نفحص منشطات، شلون تقول الكلام؟ ما يصير. يعني انت بالمجال هذا ما يصير تقول فحص منشطات، انت لاعب وعارف لاعب لعبة ثانية يعني فيها فحص منشطات، فانت عارف ان هذه اللعبة كلها اصلا منشطات، يعني شلون تمنعها منع فحص منشطات؟ شلون تفحص وانت عارف ان هذه منشطات، لعبة منشطات؟ يعني مستحيل. فانت يعني يمكن مو دارس ولا عارف باللعبة هذه، عشان كذي صرحت وما تدري أصلا، أو يمكن ناس قاعد يوصلون لك حكي وتبت بس كذي قاعد تتكلم، ما يصير، هذه غلط. فاللعبة هذه كلها منشطات، وأنا أتحدى من الحين وأقول له أفحص المراكز الثلاث الأولى، اللي خذوا المراكز الثلاث الأولى فحصوا منشطات، وأنا مستعد أجيب لك طاقم فحص منشطات من برا الكويت، حاضر، وأنا أتكفل فيه اذا انت تحارب المنشطات ولا شيء. بس هذا حكي كلام بس كذي قاعد يقولنا. كابتن سعود، في حاجه عايز تقولها في اخر الحلقه بتاعتنا؟ اول شيء يعطيكم الف الف عافيه ان اتاحت لنا الفرصه ان نقول حق المشاهدين شنو الشغلات اللي قاعد تصير خلف الكواليس. اول وتالي اقول لك يا شركه وان بروتين، هدفنا واضح اساسي، يعني حتى الجوائز الماديه اللي قاعد نقدمها قاعد تسوي مليون علامه استفهام، شلون شركه قاعد تقدم هالجوائز الماديه؟ شركه وان بروتين من اول فرع لنا لحد ما صرنا شركه كبيره ومنتشره بكل الخليج وان شاء الله كل العالم، واحنا ندعم اللاعبين. ف بطولاتنا راح تكون مستمره، والجوائز الماديه نفس ما استاذ جراح ذكر راح تضاعف، وهذا وعد مني ما راح تقل، سواء بطوله فيزيك او بطوله بادي بيلدينج. وارد واقول احنا لما نسوي شيء قاعد نسوي شيء حق اللاعب، شيء يليق فيه من ناحيه ستيج ومن ناحيه جوائز ماديه، وان شاء الله ما راح نخيب ظنكم ان شاء الله. شكرا كابتن سعود، شكرا كابتن جراح على اللقاء دوت. وزي ما وعدناكم، جيم مصر دايما الاعلام البديل في العالم كله، وبننقل ليكم كل الاخبار وكل المشاكل اللي بتحصل في مجال كمال الاجسام. هسيبكم وروحوا للكابتن هاني ادمن جيم مصر في فنلندا. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا يا كابتن محمود، وشكرا على الاستضافه الجميله للناس الطيبين اللي معاك. نرجع لحضراتكم دلوقتي، الاختيار في ايد اللاعب، هل انت هتروح لل2000 دولار ولا هتروح لل50 الف دولار الجائزة؟
خليني بس اكون واضح عشان ابقى وضحت الرؤيه والصوره كامله. هم عندهم القوه ان هم يمنعوك ان انت تشارك في بطولات ويحددوا لك حاجات معينه تعملها. شركه ووان هو بيقول لك خد ال50,000 دولار واعمل اللي انت عايزه. يعني شركه ووان ما عندهمش جيم، هم بتوع سبلمنتس مكملات غذائيه، فهم سبونسرز يعني ما عندهمش اي تحكمات في اي حاجه. فانت كلاعب دلوقتي لازم انا انور لك الموضوع، عندك ال2,000 دولار وعندك ال50,000 دولار. ال2,000 دولار هيبقى في تعارض، هيبقى في موافقه عليك ان انت كلاعب وتستمر وتحقق بطولات، بس طول عمرك هتعمل مبالغ صغيره الا اذا وصلت للاولمبيا، بقى ده الموضوع بيختلف. لكن دلوقتي احنا بنتكلم في البطولات المحليه والبطولات اللي جوه الكويت والبطولات اللي جوه جمهوريه مصر العربيه وكده والوطن العربي عامه. لما يكون حد هيديني 50,000 دولار انا هفكر في كارت الاحتراف ليه؟ كارت الاحتراف طالب مني 100 دولار تجديد الكارت بتاع الاحتراف، وطالب مني 450 دولار حق المشاركات ان انا اشارك في بطوله. فواو 50,000 دولار مفيش الكلام ده. انا مش بنحاس، اقسم بالله جيم مصر ما بتنحاس، بس حاجه بس بالعقل يعني حاجه تعقل. والراجل قال اللعبه قائمه على المنشطات، دي حاجه ترجع له، اللعبة قائمة على المنشطات. أنا ما أقدرش أجزم هل فعلا في الكويت الدولة قايمة على المنشطات ولا لا، لأن أنا مش عايش هناك، ما أقدرش أجزم بده. بس ده راجل من العظماء اللي هناك في مجال اللعبة، وهو بيأكد أن المنشطات هي العامل الأساسي هناك. وهو قال للطرف الآخر أو للخصم في الموضوع أن لو انت ما عندكش من الثلاثة الاوائل حد بيستخدم منشطات هو هيدعمك ماديا، فهيبقى هو كده الحل بتاع المشكلة. لو انت شايف ان انت فعلا اللعبة مش قائمة، هات الثلاثة اللي هيكسبوا وخليهم يحللوا منشطات. لو طلعوا كلير ما عندهمش حاجة، الراجل قال ووعد ان هو هيدعمك ماديا، يعني 50,000 دولار اللي انت عامل عليهم المشكلة بدل ما هيروحوا للبطولات هيروحوا لك انت شخصيا تدعم بيهم الابطال بتوعك. اعتقد ان المشكله كده اتحلت. فلو اللعبه مش قائمه على المنشطات، واحنا بنتكلم للابطال ما بنتكلمش للناس العادي الانديفيدجوالز اللي هم ما بي يعني مش داخلين بطولات، احنا بنتكلم على الناس اللي بتحترف دلوقتي، وده دي دي ده مجالها وده تخصصها ودي حياتها. في ناس بتشتغل دي شغلانه. فعشان ما نطولش عليكم، احنا عرضنا الفكره وجيم مصر بيأكد ان حق الرد مكفول لاي حد. لو حد يعني عنده مشكلة او متعارض مع الكلام، بس يوجه لنا رسالة ان هو عايز يصور معانا، واحنا تحت امرك هنصور مع اي حد ونعرض الفكرة بوجهة النظر اللي حضرتك بتمتلكها. ايا كان الشخص، جيم مصر اعلام غير ممول، جيم مصر الاعلام البديل، جيم مصر لثقافة الناس، جيم مصر للتنوير، جيم مصر للمساعدة، جيم مصر إخلاص. مش هنقول أكتر من كده. السلام عليكم، ويا رب الناس تبتدي تفكر بوعي وتعرفوا إن الموضوع مش دايت وتغذية وسبلمنتس ومنشطات. حتى لو أنت روني كولمان، لو مفيش دعم ليك من حد قوي ماسك المجال، هتقعد في البيت زي ما في ناس بعد ما جهزت يا حرام هيقعدوا في البيت. يلا سلام عليكم، مش عايزين نطول. ألف سلامة.